أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق، تأتيكم مباشرة من قناة ورس تي في في لندن. ندد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالجزائر في بيان له بقرار رفض ولاية الجزائر العاصمة منح الحزب الترخيص لعقد اجتماع رسمي له، متهما الحكومة بالرغبة في إعاقة النقاش داخل المجتمع الجزائري وداخل الأحزاب الجزائرية. وكانت ولاية الجزائر قد رفضت الترخيص لحزب الRCD بعقد دورة عادية للمجلس الوطني. ونشر الحزب وثيقة مختومة من قبل مصالح الولاية تبلغهم من خلالها بعدم الموافقة على طلب عقد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب يوم 25 سبتمبر بقاعة المحاضرات لفندق الرياض في الجزائر العاصمة من دون أن تعطيهم أي توضيحات حول أسباب الرفض. وأوضح الحزب الذي يقوده محسن بالعباس أنه تقدم بطلب إلى ولاية الجزائر في 9 سبتمبر لعقد هذا الاجتماع بعد حصوله على موافقة مسبقة من إدارة الفندق يوم 2 من نفس الشهر. يأتي ذلك في وقت تروج فيه السلطة إلى تعديلات دستورية تحمي الحريات وتصون الحقوق وخاصة الحقوق السياسية، وفي وقت أيضا تسمح فيه نفس السلطات، سلطات تبون، بعقد التجمعات والتظاهرات السياسية وغير السياسية للأحزاب الموالية لها والجمعيات السائرة في فلكها. وكانت للتذكير السلطات الجزائرية في عهد بوتفليقة تتبع نفس الممارسات بخنق النشاط السياسي للأحزاب المعارضة باستعمال سلاح التراخيص والقوى الأمنية في مقابل استعمال كل وسائل الدولة لتسهيل عمل أحزاب الموالاة. نتابع هذا التقرير. ينضم إلي في هذا النقاش الأستاذة زبيدة عسول، المحامية ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وأيضا الأستاذ عبد الغني بادي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، وكذا السيد مراد بيتور المكلف بالعلاقات مع الصحافة في حزب الRCD. أرحب بكم ضيوفي الأعزاء. وأبدأ معك سيد مراد بيتور، هل من جديد حول قضية منع الترخيص لحزبكم بعقد دورة عادية للمجلس الوطني؟ يقصد هل من تبريرات يعني زادتها الولاية أم أنه متوقف الأمر عند البيان الأول؟ ربما النظام السياسي والسلطة الحالية في الجزائر تعيش غائبة عن الوعي، والآن أصبحت خطرا على الديمقراطية وأصبحت خطرا على مستقبل الدولة وكيان الدولة. الآن نحن بهذه الممارسات نعيش ما يسمى بإضمحلال الدولة، عندما نمنع حزب سياسي من عقد اجتماع عادي لمجلسه الوطني وهو عبارة عن اجتماع داخلي للحزب، هذا لا يؤشر بمستقبل ظاهر للديمقراطية في الجزائر، بل يؤشر بأن في الجزائر هناك انستالاسيون
دون فري ديكتاتور. الآن في الجزائر ليست لدينا مشكل مع أناس يتقنون ممارسة السياسة أو السياسيين، نحن أمام سلطة أمر واقع، لا ليسوا بسياسيين، هم عبارة عن أناس استولوا بالقوة على السلطة السياسية. فيما يخص حزب الأرسدي، نحن لم نتلقى أي مبرر من قبل ولاية الجزائر لرفضنا هذا الاجتماع. والشيء الغريب أنه هناك أحزاب سياسية غدا ستعقد أيضا اجتماعاتها، ورخصت والأرسدي رفض الترخيص. الآن في هذه الآونة التي أتحدث، هناك نرى على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التلفزيونية أن وزارة العدل طلبت رفع الحصانة على رئيس الحزب السيد صحيح حسن. صحيح، هذا ما هذا ما هذا هذا ما هذا التحامل على الأرسدي. نعم. ربما السلطة الشيء الذي لم تفهمه في الأرسدي، أن الأرسدي هو نعم يبدو أنه فقدناه، وفعلا نحن نطالع ما تقول به مواقع إخبارية جزائرية بأن وزير العدل زغماتي طلب رفع الحصانة البرلمانية على عضوين في البرلمان، واحد من الأفلان، والثاني المعني برفع الحصانة هو محسن بالعباس الذي يشغل منصب رئيس حزب الأرسدي ونائب في البرلمان. أستاذ زبيد عسول، بعد هذا الخبر، يعني القراءة السياسية لقرار الولاية، والآن زغماتي يطلب رفع الحصانة عن محسن بالعباس، كيف ممكن نقرأ هذه الأجواء؟ مساء الخير سي سليم، نحييك ونحيي باقي الضيوف. الحقيقة هذه مش المرة الأولى، يعني أنه النظام يقع في تناقض بين تصريحاته اللي راه يقدمها أمام الشعب وممارسته على أرض الواقع. لكن أنا دعني نذكرك باللي الإدارة كانت دائما تتعنت وتستعمل سلطتها باش ترفض اجتماعات سياسية. أنا نذكر في حركة مواطنة والزميل سيباجي كان معنا، ويكنا حابين نديروا لقاء جوستومون تاع حركة مواطنة، وثاني أيضا يعني كنا خصصنا القاعة وكريناها، وفي آخر لحظة احنا ما عطاوناش من با إجابة لا بالقبول ولا بالرفض. يعني هذه الممارسة تاع الإدارة هي معروفة منذ الأزل، ولكن الآن شي اللي نلاحظوه هو أنه هذه المرة حزب معتمد رسميا وينشط في الساحة السياسية منذ سنوات منذ عقود، لكن اليوم يرفض له وذلك دون مبرر. الحاجة اللي نلاحظها هو أن النظام عمره ما يحترم قوانين الجمهورية، على بالك قانون الأحزاب وكذلك قانون الاجتماعات العمومية ما يتكلمش حتى على الترخيص، يتكلم فقط على أننا نعلم الإدارة 3 أيام قبل أي اجتماع عمومي بالاجتماع، وهو لا يعتبر بمثابة الترخيص ولكن بمثابة الإعلان. ولكن الإدارة عودتنا أنها تقرأ القانون وتطبق القانون كما يساعدها. من هذاك الإعلام مقابل وصل رجعته الإدارة هو طلب ترخيص، والقانون يقول 3 أيام قبل الاجتماع، والإدارة تلزم علينا احنا كأحزاب ونعشها في الحزب اللي نقوده أنه لازم تقدمها على الأقل أسبوع ولا 15 يوم قبل. واش المبرر؟ يقولك احنا عندنا أشغل بزاف ولازم تقدمونا قبل. يا أخي القانون راه يقول 3 أيام، وعلاش أنت تفرض عليا مواعيد أخرى غير المواعيد المنصوص عليها في القانون؟ عدلوا القانون ولازم نحترموا كل قانون. لكن أنا اليوم الخطر اللي راني نشوفه، نشوف باللي حقيقة التوجه اللي مشات فيه السلطة ورئيس الدولة الجديد هو أنهم رايحين حقيقة في الغلق والديكتاتورية في أبشع صورها. علاه؟ لأنه لما تشوف باللي الإعلام مغلق تماما في وجه كل الجزائريين اللي يحملوا أي فكرة تتعارض أو تختلف مع توجه السلطة، وهذا شيء راهو رانا نعيشوا فيه منذ أكثر من سنتين الآن، وإحنا كل المعارضة ممنوعة من وسائل الإعلام الخاصة والعمومية. الآن تبون طلع درجة أخرى في يعني التضييق على الحريات، شفنا باللي كل شخص يعبر على رأيه، راك شفت عشرات من المناضلين ومن السياسيين ومن النشطاء ومن الصحفيين راهم في الحبس.
الآن أصبح التضييق على الأحزاب، وإحنا في يعني مجموعة قوى البديل الديمقراطي سبق وين درنا عدة اجتماعات سنة 2019 وكذلك سنة 2020 في جانفي، وطلبنا قاعة وطلبنا ترخيص، والحزب تاعي كان هو اللي قدم الطلب باسم الحزب، ولكن في كل مرة نتلقاو الرفض في آخر لحظة. اليوم كيف يعني كيف توفى لأنه قضية الترخيص في التعدي على الحريات. نعم تبون شخصيا هدر على كلمة الترخيص يعني، وقال باللي منه وجاي مش راح يكون قضية ترخيص لأنه هذه أمر قديم وأمر يقيد العمل السياسي أو العمل الجمعوي، وأنه الآن أنا مشير الإخطار فقط يعني أنت مش مطالب بالترخيص. ثم تحدث عن الجزائر الجديدة، تحدث عن الحريات، تحدث عن حياة سياسية جديدة. كيف نفهم هذا التناقض بين ما هو واقع وبين تصريحات السلطة وعلى رأسها تبون؟ سي سليم، النوايا بالنسبة للسلطة وفي العمل السياسي ما نقدروش نستشفوها من الخطابات، لأنه السياسة ما هيش خطابات وشعارات، السياسة هي ممارسات على أرض الواقع. لما تشوف باللي الدستور الحالي ما زال ساري المفعول، الدستور هذا يضمن الحريات الفردية والجماعية، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية الصحافة، يمنع أننا ندعو في الحبس أي صحفي بمناسبة عمله، رغم ذلك خالد الدراني حكم عليه بسنتين حبس نافذ. أيضا التعددية السياسية مكرسة دستوريا، العمل السياسي وحق الاجتماع وحق التظاهر مضمونين في الدستور، لكن على أرض الواقع راك تشوف. إذن أنا بالنسبة لي نعتقد باللي الدستور أو تعديل الدستور ما هو إلا مراوغة لربح الوقت من طرف السلطة ومن طرف رئيس الدولة اللي راهو مدلجة، ومظاهر القمع في أبشع صورها راهي تبان اليوم على أرض الواقع. دونك أنا بالنسبة لي الديمقراطية أو الحريات أو الممارسة السياسية ماهيش خطاب، ماهيش شعار، ماهيش قوانين فقط تبقى حبر على ورق، هي ممارسات على أرض الواقع. اليوم ثبت لنا عبد المجيد تبون بأنه لا يريد لا ديمقراطية ولا أحزاب معارضة، ولا يريد أصلا أن تكون هناك أحزاب سياسية في البلاد. الدليل على ذلك أن التوجه نتاعه هو بغى يدير ممارسة جديدة ماهيش موجودة في أي دولة في دول العالم، هو أنه يحب يخدم مع المجتمع المدني، وهذا ظهر في المسودة تاعه وفي مشروع تعديل الدستور. ما بغاش الأحزاب وباغي يقصي الأحزاب من العمل السياسي، وكأنه يمكن تصور بناء ديمقراطية دون أحزاب سياسية. اليوم راهو يقول أنا نخدم مع المجتمع المدني، وشفنا كيفاش مئات الجمعيات حسب أقوالهم وحسب التصريحات اللي رامي يقولوا فيها وحسب الأرقام اللي رامي يمدوا فيها، مئات الجمعيات أنشئت بين عشية وضحاها ومنحت لها الترخيصات للاجتماع في فندق الجزائر، فندق فخم وكل التكاليف على عاتق الخزينة العمومية، هذوك يعطيوهم الاجتماعات. دونك توجه تاع رئيس الدولة باين باللي بغى يقضي نهائيا على العمل السياسي وعلى الأحزاب السياسية وعلى الآراء المختلفة الموجودة في الجزائر. الأستاذ عبد الغني بادي، أين نحن يعني، وفي أي مرحلة نحن في الجزائر بعد هذه الأخبار؟ ببساطة أخي سليم، نحن قبل 1989، نحن قبل 5 أكتوبر 1988، تاريخ بالضبط. الجزائر الآن قبل 5 أكتوبر 1988 تراجعنا بأكثر من 3 عقود، بأكثر من 30 سنة إلى الوراء. الآن هذه الصحبة لا تؤمن بالأحزاب، لا تؤمن بالعمل السياسي، لا تؤمن بالعمل الجمعوي إلا إذا كان في إطار التطبيل، في إطار ما كان يقوم به بوتفليقة المضي في أجندات وخريطة السلطة. ما يحدث هذه الأيام، أعتقد أنا وربما جميع يشاطرني خاصة الذين لهم يعني رغبة في التحرر، أن هذه السلطة تناولت جرعة زائدة من الدكتاتورية. يعني كان أوفردوس الدكتاتورية أيامات، نشوفه بأنه تمنع عند حزب سياسي من عقد اجتماع يتعلق اجتماع تقني يتعلق بتسير شؤونه، في يومين بعد أو يوم بعد من هذا المنع تتخذ إجراءات
لمتابعة أو لرفع الحصانة عن رئيس الحزب. أسبوع قبل هذا نشوف بأن مجموعة المطبلين والمهربلين من تنظيمات طلابية وجمعيات ومهنيين تابعين للسلطة يجتمعوا في الأوراق في سان جورج بكل بساطة، ولا نعرف من دفع تلك التكاليف في سان جورج، فقط لأنهم سيتكلمون في سياق واحد وفي اتجاه واحد واتجاه السلطة، سيطبلون للدستور تبون. هذا الشيء يعني أسوأ بكثير مما كان يحدث في عهد بوتفليقة. حتى أنا كنت نحضر في وسائل الإعلام، لا أعددها ولا أذكرها، كانت هذه الوسائل تسمح بحد أدنى من مناقشة، يعني أنا كنت نطلع على القنوات نتكلم على تعديل 2016 في عدة قنوات، وكاين خلاف على بعض المواد ويتكلموا على إمكانية تمريره ومن عدم تمريره. الآن لا يمكن لأي إمكان أن يتكلم على رفض هذا الدستور أو يرفض هذا المسار أو يتكلم شيء لا يساعد السلطة. إذن فالجرعة الزائدة اللي تناولها النظام في الفترة الأخيرة خلاته يمشي في مسعى قمعي، في مسعى ترويعي، في مسعى تخويفي، في مسعى تضييقي على كل المكاسب اللي نالوها الجزائر بدمائهم في أكتوبر 82. الجزائر يا أخي قتلوا بالرصاص ونالوا يعني مكاسب أكتوبر يعني في 1989 في دستور 23 فبري كانت هناك مكتسبات. الآن هذه المكتسبات مصادر من الشعب الجزائري، وللأسف للأسف لا نرى طبقة سياسية قوية. سنأتي إلى هذه النقطة، لأنه بين النقاط المهمة المطروحة وهو رد فعل الطبقة السياسية. سأعود إليك أستاذ عبد الغني بادي. مراد، هل المقصود هو الـ RCD؟ هل تتم معاقبة الـ RCD ومحسن بن عباس والجماعة الشباب ليسيروا الحزب، لأنهم مود جديد في الحزب غير RCD السابق، نقولها لك بكل صراحة، أم أنه يراد إعطاء درس بالRCD لكل الأحزاب المعارضة للسلطة؟ أنا أظن أنه الاثنين في نفس الوقت. النظام السياسي حاول إركاع الRCD بكل الطرق، حاول أن يكون الRCD خاضعا مثل الأحزاب التي تطبل للنظام السياسي، حاول قمع مناضلينا، حاول قمع قيادتنا. ربما النظام السياسي يريد أيضا بعث بدرس لكل من يناضل من أجل التغيير في الجزائر، لكل الأصوات الحرة التي تناضل من أجل التغيير في الجزائر. كل من يناضل ضد الجزائر يريد النظام أن يقول أن هذا هو مصيركم. الRCD الآن يدفع ثمن. ثمن ماذا يدفع الRCD؟ علينا أن نتساءل. إنه الRCD الآن يتعرض لحملة شرسة وحملة تحامل غير مسبوقة من قبل النظام القائم وسلطة الأمر الواقع. لماذا سيدفع ثمن الRCD؟ لأنه وقف إلى جانب الشعب، لأن الRCD مواقفه كانت ثابتة، لأن الRCD كان خطابه السياسي واضح المعالم، وقال بأن الانتقال الديمقراطي هو الحل لإنقاذ الجزائر. قال محسن بن عباس المناضل، محسن بن عباس لا أقول فقط رئيس الRCD، هو مناضل سياسي لا يعرف الركوع ولا الخضوع. ربما الأستاذ بادي والأستاذ زبيدة عسول أيضا يعرفونه جد المعرفة. هو مناضل سياسي محسن بن عباس، قال عند قبل بداية الحراك بعشرين يوم في المجلس الوطني للحزب أن هناك جزئين فقط من طبقة سياسية في الجزائر، جزء يريد إنقاذ النظام وجزء يريد إنقاذ الجزائر. قال ونحن سنتخندق في إنقاذ الجزائر. نعم، نحن الRCD اخترنا الجزائر على إنقاذ نظام سياسي فاشل ونظام سياسي دمر الجزائر وأوصل الجزائر إلى حافة الهوية. الجزائر في خطر مع هذا النظام السياسي. نحن في الRCD لا نقبل المساواة ولا نقبل الخضوع ولن نتراجع ولن نركع. أقول دائما ربما جملة، أقول بأننا في الRCD حزب مناضلون، وهذه تكفي ليعرف النظام السياسي بأن الRCD لن يتراجع ولن يركع. هناك في الRCD 1000 من محسن بن عباس والآلاف من محسن بن عباس، نحن كلنا مناضلون قيادة وطنية شابة في الRCD. الRCD منذ وصول محسن بن عباس إلى سدادة الحكم في الحزب
غير قيادته الوطنية، وصل شباب إلى القيادة الوطنية، أولى أهمية للشباب. يقول ربما لا أطيل عليكم، يقول محسن بن عباس قالها في 2015 عند افتتاح، عند تأسيس الشبيبة الديمقراطية وهي الشبيبة الحرة، وهي عبارة عن الجناس تاع الحزب. قال هم يقولون أن الشباب هم المستقبل، وأنا أقول أن الشباب هم الحاضر وهم من سيبني المستقبل. اليوم الشباب في الجزائر في الشارع يطالب بالتغيير، يطالب بالحرية، يطالب بالديمقراطية. على النظام السياسي أن يستجيب لهذه لأصوات الشباب، لأن عدم استجابة لأصوات الشباب هناك حل آخر من هناك. نرى أن الشباب يركب قوارب الموت، كلكم تعرفون المستوى المعيشي في الجزائر. كي شاب متخرج من جامعة أو شاب في عمره من 20 سنة إلى 30 سنة كي يجمع 70 مليون سنتيم، عليه بالعمل حوالي 5 سنوات وهو يدخر الأموال. أقول يعمل ولا يصرف، لا يصرف على العائلة ولا يصرف على نفسه، يجمع الأموال كي يجمع 70 مليون سنتيم. وعندما يجمع هذه 70 مليون سنتيم ماذا سيقوم الشاب؟ يقوم بدفعها لحراج، لأحد الشباب الآخرين الذي سيقوده إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط والذهاب لأوروبا. يخاطر، يقدم 70 مليون سنتيم ليخاطر بحياته في البحر، ليخاطر وهناك حتى يزيد إن وصل إلى الضفة المقابلة لا يجد الجنة هناك. طيب سأعود إليك. هناك من أجل ربح حياته. إذن إن انعدمت الديمقراطية والحرية لا مجال للجزائر. الجزائر التي نناضل من أجلها هي جزائر الديمقراطية، جزائر الحرية، جزائر العدالة المستقلة، جزائر الصحافة الحرة. هذه هي الجزائر التي نريدها. سأعود إليك سي مراد. أستاذ الزبيدة، هذه المواقف من السلطة الآن هل تعبر عن خوف، ارتباك، أم بالعكس ربما إحساس بالراحة وإحساس أن السلطة عندها قاعدتها وعندها الجيش يحميها وعندها القوى الأمنية وربما حتى الدعم الخارجي لكي ندخل في عقل من يتخذ القرار في الجزائر؟ أين النظر، أين نضع هذا هؤلاء الذين يتخذون القرار؟ أعتقدش أنا سي سليم باللي هذا قوة من طرف السلطة. أعتقد لو كان السلطة قوية ما تخافش من المعارضة، لأنه في كل دول العالم، في كل الديمقراطيات العريقة، بالعكس النظام يكون قوي لما تكون معارضة قوية لتقوم وتصلح التوجه، إذا كان السلطة هي جاية باش تخدم الشعب. أما إذا كانت السلطة نتاعنا في الجزائر اليوم، ملايين من الجزائريين والجزائريات يخرجون في حركة يعني ليس لها مثيل في تاريخ الجزائر وحتى في التاريخ العالمي، يعني في العالم أجمع، ثورة شعبية سلمية بالملايين أكثر من عام، وهي تجوب الشوارع وتعبر بكل حرية على رغبتها في تغيير هذا النظام. لم لها النظام وحاول دائما المخادعة. النظام تاعنا أنا منذ سنوات وأنا نقول مع الأسف من سوء حظ الجزائر أننا عندنا ناس قادوا البلاد وصلوها أولا للإفلاس التام، وزادوا أيضا من الإفلاس أيضا وصلوا البلاد إلى المخاطر اليوم لأنهم استعملوا الخديعة والمراوغة. لما الرئيس الحالي يجي في بداية العهدة تاعه ويقول أنا راني سمعت صوت الشعب وراني راح نمد يدي للحراك، ومن بعد في ذلك بمجرد ما أدى اليمين الدستوري انقلب على رأي الشعب، انقلب على صوت الشعب، انقلب على إرادة الملايين من الجزائريين والجزائريات اللي عبروا بكل وضوح أنهم يرغبوا في تغيير نظام الحكم بالطرق السلمية وبناء دولة المؤسسات وليس دولة الأشخاص والعصابات. الحمد لله اليوم النظام هو في حد ذاته اعترف باللي هذ الناس اللي الشعب الجزائري كان يعتقد باللي راهم يسيروا وراهم راح يخدموا الشعب، فاق باللي هذ الناس هذو جاوا نهبوا البلاد وحطموا العباد وحطموا أجيال وأحلام، أجيال كاملة مش جيل واحد، أجيال كاملة حطمت أحلامها. واليوم أنا نعتقد باللي حقيقة عبد المجيد تبون بانت على حقيقتها. كل المراوغات والمخادعات
اللي قام بها في التصريحات الأولى بعد ما علنوا على النتائج بين قوسين تاع الانتخابات تاع 12-12، اليوم بان على حقيقته على أرض الواقع باللي إنسان لا يؤمن لا بالبلاد، يعني اللي يحب البلاد واللي يحب الجزائر ما يديرش هذه السلوكات هذه، ولا يؤمن بالدولة الجزائرية السيدة، ولا يؤمن بالديمقراطية، ولا يؤمن بالحريات. اليوم رانا عايشين في وضع، وإحنا قلناها مع زميلي عبد الغني بادي البارح، كنا درنا ندوة صحفية وقلنا باللي أوضاع الحريات في البلاد راهي في خطر، ونحن حقيقة قلقون، لأنه في النهاية الخاسر الوحيد هي الجزائر. الخاسر الوحيد لما تشوف باللي الجزائر اليوم أصبحت في قضية تاع الحريات، أصبحت قضية دولية، وصلت إلى الأمم المتحدة، وصلت إلى خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وصلت إلى دعم دولي لفائدة صحفي خالد درغني. ماذا بقي؟ أين هي السيادة التي يتكلم عنها عبد المجيد تبون؟ أين هي السيادة؟ ومن يعرض الجزائر للتدخلات الأجنبية؟ هي ممارسات النظام وليس الشعب الجزائري أو المعارضة. نحن نعارض في بلادنا ونريد أن نبني بلادنا من داخل بلادنا، ونقدم البدائل، وقدمنا الحلول للخروج من هذه الأزمة، واقترحنا مرحلة يعني تطهير لنبني حقيقة دولة على أسس جديدة، دولة ترجع فيها الكلمة للشعب. الإنسان هذا إذا ما احترمش إرادة ورغبة ملايين الجزائريين والجزائريات، هل يعني تجيك أنت في بالك باللي يقدر يحترم حزب كيما الأرسيدي ولا أي حزب من أحزاب المعارضة، خاصة الأحزاب التي تخندقت منذ البداية مع الحراك الشعبي ومع الثورة السلمية؟ على ذكر المعارضة، لو خيرنا بين أحزابنا وبين الجزائر اخترنا الجزائر، ولو خيرنا بين أحزابنا ومطالب الشعب وطموحات الشعب لاخترنا مطالب الشعب، وهذا ما فعله الأرسيدي. لهذا احنا في الاتحاد من أجل التغيير والرقي منذ الوهلة الأولى نددنا بهذا المنع لعقد الاجتماع نتاع المجلس الوطني للأرسيدي، وهو اجتماع داخلي، ونندد أيضا بالضغوطات التي تفرض على رئيس الحزب الزميل محسن بن عباس. ماذا عن أحزاب المعارضة؟ يعني هناك طيف كبير في المعارضة الجزائرية باختلاف الخلفيات الإيديولوجية وأيضا البرامج السياسية، كلها متخندقة في عنوان المعارضة. لم نرى موقفا قويا من هذه الكتلة، يعني سواء مجتمعة أو كأحزاب ببيانات قوية. يعني شفنا 3-4 بيانات، لكن ليس هذاك الكم اللي كان منتظر. تحليلك كسياسية لهذا المشهد، يعني كيف تقرأين عدم وجود موقف قوي مساند لحزب معارض وأيضا حزب معتمد في مواجهة السلطة تستعمل الإدارة لقمع حرية هذا الحزب؟ نعتقد سي سليم باللي الأحزاب الآن عندها مسؤولية، بغض النظر نختلف في البرامج وفي الرؤى، ولكن في الحريات أعتقد هي تراث مشترك بين كل الأحزاب. مهما كانت توجهاتها، ينبغي من المفروض أن كل الأحزاب تقف لرفض هذا القمع وهذا التهميش للعمل السياسي والعمل الحزبي. هذا المفروض. الآن أعتقد أن قراءتي المتواضعة، وليس هذا يعني تقليل من شأن الأحزاب أو تدخل في قراراتها الداخلية، لكن أنا نعتقد باللي مثلا الأحزاب المنضوية في الباد اللي هو قوى البديل الديمقراطي، درنا بيان البارح وخرج تنديد حول هذا المنع وعدم الترخيص. احنا نقول المنع لأنه الترخيص غير موجود في القانون، هو منع لعقد هذا الاجتماع. لكن الأحزاب الأخرى أعتقد باللي هناك أحزاب تريد ربما أن تشارك في الانتخابات المقبلة، ما دام عبد المجيد تبون أعلن أنه قبل نهاية السنة سيتم تجديد أو إجراء انتخابات تشريعية وانتخابات للمجالس المحلية، وبالتالي أعتقد هي هذه هي الحسابات السياسوية على المقاعد وعلى المناصب، هي التي جعلت ربما تردد في المواقف في التنديد
هذه الخروقات حول الحريات وحول التعددية السياسية وحول الممارسة السياسية، خاصة وأن النظام راه قاعد يغني لنا ورئيس الدولة كل يوم يغني، والبارح شفت الخطاب تاعه أمام الأمم الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة كيف أصبحت يعني فضاء أنه يتكلم ويدير في الدعاية للتعديل الدستوري، بينما الجمعية العامة للأمم المتحدة الناس يتكلموا فيها على كل الصراعات الجيوستراتيجية والأمنية الدولية، وكذلك مواجهة وباء كورونا، وكذلك صحيح. إعادة إصلاح مجلس الأمن في الأمم المتحدة لإفريقيا راهي يعني معزولة تماما وما عندهاش تمثيل، وليس للترويج لقضايا داخلية أو مشاريع، وهذا هو المساس بالشأن الداخلي. وهذا هو التقليل من سيادة البلاد لما رئيس دولة يروح يحوس على الشرعية نتاع وجوده على رأس البلاد في جمعية العامة للأمم المتحدة، هوليك المساس حقيقة بالسيادة الوطنية. احنا كمعارضة نتكلموا في الجزائر، ما نروحوش نتكلموا في الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة ونزيدوا نطيحوا قيمة الجزائر. أستاذ عبد الغني بادي، ما هو تفسيرك لعدم وجود موقف قوي من أحزاب المعارضة، على علم أنه ما يحصل الأرسي دي الآن يعتبروه الكثير أنه إنذار أيضا لكل حزب معارض يحاول أن يصمد على موقفه؟ أنا أتفق تماما مع زميلة الأستاذة زبيدة عسول فيما يتعلق بكوطة الانتخابات التشريعية. عبد المجيد تبون في خطابه أو في لقائه مع الصحافة الأخير تكلم على أن هناك انتخابات تشريعية قبل نهاية السنة، يعني تصور أنه التعديل الدستوري ممكن يكون في 1 نوفمبر، بعدها يعني قبل يعني شهر وفي أقصى شهرين يعني ننظم الانتخابات التشريعية. بالتالي هذه الأحزاب التي تعودت على الكوطة وتعودت على منافع البرلمان وتعودت على الريع وتعودت على الوقوف يعني في منتصف الطريق واتخاذ انصاف القرارات وعدم الوقوف دائما مع الشعب الجزائري إلا إذا رجحت الكفة كما حدث مع الحراك المبارك، هذه الأحزاب يعني حتى الشعب الجزائري بكل صراحة الشعب الجزائري لا يؤمن بها، والنظام كذلك لا يؤمن بأن لها أي وزنية حتى في الخارطة التمثيلية على المستوى السياسي تقريبا لا شيء. لذلك النظام يعرف جيدا حجم هذه الأحزاب في تمثيلها الشعبي، ويعرف حتى احترام الشعب الجزائري من عدمه لهذه الأحزاب. لذلك فمنظومة الحكم تسير هذه الأحزاب، تسيرهم يعني بطريقة العصا والجزرة، يعني تسيرهم العصا والجزرة، يعني تبقى ساكت نعطيك بعض المقاعد، ممكن نعطيك أكثر من العهدة اللي فاتت، ممكن نقسلك إذا حاولت تتكلم وحاولت ترفع صوت دعك. وهذه أحزاب معروفة، يعني إضافة إلى أحزاب الأفل والأندي هناك أحزاب عادة ما ألفت فضاء السلطة وألفت محيط السلطة وألفت المصالح والمآرب والمنافع اللي تأخذها من عند السلطة، فكما نقول بالعامية تشد العصا من الرص، وأحيانا تستمير السلطة حتى وتبحث عن حضن السلطة. الطبقة السياسية التقليدية يجب أن نتفق بأن هذه الطبقة السياسية لم يعد لها أي تمثيل ولم يعد لها أي وزن ولم يعد لها حتى الوعاء الشعبي والحاضنة الشعبية تقريبا بالنسبة لها مفقودة. الآن اللي لازم نبحث عليه إحنا ماذا يمكن الفواعي السياسية الجادة، يعني أنا بالنسبة لي أنا هذا الناس ما كانوا ينفعوا لا في وقت بوتفليقة لا في قبل بوتفليقة، ما حين ينفعون الناس لما ينفعون الآن، لأنه ما ينفعكش في ظروف صعبة ما يحشي ضرر، ينفعك في ظروف أصعب، لأنه باش يكون واضحين أخي سليم نحن في ظروف أصعب من الظروف اللي عشناها في بوتفليقة، نحن في ظروف أقل ما يقال عنها أن السلطة أصيبت بالجنون وأصيبت بالهستيريا وهي مستعدة إلى المضي قدما نحو التضييق قد يؤدي ب انفجار، يعني قد يهلك الحظ والنسل، قد يهلك البلد، يعني نعم. هذا الناس صاروا خطر على البلد عندما نضيق على كل شيء، نسجن الناس في شرق وغرب وجنوب البلد، نمنع النشاط السياسي، نمنع النشاط الجمعوي، نغلق كل الفضاءات، فهذا أمر يعني أمر جلل، يجب على الشعب الآن أن يقول كلمته لأن المسألة صارت خطيرة جدا وصارت لا تطاق بصراحة. طيب هذه نقطة مهمة وقد تحيننا إلى سؤال حول متخذ القرار الحقيقي
وليس الواجهة السياسية والعلاقة بينهما. لكن أكمل فقط مع مراد حول كيف تفهمون أنتم في الأر سي دي عدم وجود ردة فعل قوية من كل أحزاب المعارضة وليس من جزء منها أو بعض الأحزاب فقط. نعم مراد، هل تسمعني؟ نحن نقول دائما في الأرسد أن الطبقة السياسية عليها أن تجلس إلى طاولة وتتحاور وتتناقش حول المسائل المهمة والتي تهم الجزائر. في 2014 نحن على مستوى الحزب بادرنا في ما وصل إلى بمبادرة وصلت حتى اجتماع مظفران، وبعدها نشأ ما يعرف بلجنة المتابعة وما يعرف بالأسيان الفيدي وقتها. الأرسيدي لم يرفض يوما ربما الجلوس لطاولة من أجل الحوار، من أجل تقديم الدروس. نحن على مستوى الأرسيدي قلت منذ وصول محسن بن عباس إلى رئاسة الحزب هناك تغيير للفكر داخل الأرسيدي. لا تحدث عن الفكر من حيث البرنامج، تحدث من حيث تسيير الحزب، من حيث الممارسة السياسية. هناك مواكبة للعصر، لأن المشكلة الآن في الأحزاب السياسية التقليدية كما قال الأستاذ بادي أن الأحزاب السياسية رفضت مواكبة العصر ورفضت مواكبة الشارع الجزائري الآن، لأننا علينا أن نفهم هذا التحول المجتمعي الذي يحدث في المجتمع الجزائري. هناك تحول، هناك ظهور فكر جديد، هناك ظهور أيضا طريقة لممارسة السياسة جديدة. علينا على الأحزاب أن تفهم أنها عليها أن تواكب ما يحدث في الشارع، عليها أن تواكب العصر، عليها أن تبتعد عن الخطاب الكلاسيكي والممارسة السياسية الكلاسيكية التي تمجد النظام، تمجد الأشخاص، تقوم بشخصنة العمل السياسي. نحن على مستوى الأرسيد قلنا بأن الأولى هو المبادرة، علينا أن نبتعد عن الشخصنة، علينا أن نبتعد عن ربما ربط مصير أمة بشخص. الجزائر في 20 سنة الأخيرة أو المطبلين للنظام في الجزائر كلهم ربطوا بأن الجزائر لا يمكن لها الوقوف على رجليها إن لم يكن بوتفليقة في الحكم. هذه هي الصورة التي كانت تسوق من قبل مطبلي النظام السياسي في الجزائر. إذن هذه الصور التي غرسها النظام وهذه الكليشيهات والمعتقدات والأحكام المسبقة التي غرسها النظام في نفوس الطبقة السياسية، على الطبقة السياسية أن تفهم أن الثورة الشعبية لفيفري 2019 هي موعد مع التاريخ، وهي أيضا فرصة لكي يتصالحوا مع التاريخ، وعلى الطبقة السياسية أن تفهم أنها أمام فرصة لتغير نفسها. يقول المثل تجدد أو تبدد. على الأحزاب السياسية أن تجدد خطابها، أن تجدد قياداتها، أن تجدد فكرها، أن تجدد تفكيرها، أن تجدد طريقة عملها. في الأرسيدي فهمنا هذه الأشياء. الأرسيدي هناك أشياء كثيرة حدثت داخل الأرسيدي. النظام السياسي عندما فهم وسلطة الأمر الواقع عندما فهمت أن الأرسيدي هناك تحول داخل الأرسيدي، الأرسيدي واكب ما يحدث في الشارع. ماذا فعل النظام السياسي؟ أطلق العديد، حاول تشويه الحزب، حاول خلق مشاكل داخلية للحزب، حاول غلق مقرات الحزب، مضايقات على أميارنا. عليك أن تعرف كم يعاني منتخبونا. عندما أتحدث في الهاتف مع أميار الأرسد الذين يسيرون البلديات، المشاكل التي يقعون فيها. من هنا اسمحوا لي أن أستعمل هذا المنبر لأحيي منتخبي الأرسدي، أحيي منتخبي الأرسدي في المجلس الشعبي الوطني، أحيي منتخبي الأرسدي في المجلس الشعبي الولائي، وأحيي أميار ومنتخبي الأرسدي على مستوى المجلس الوطني. جميل سعودي. وأقول لهم صمدكم وعدم ركوعكم يقدم لنا هو عبارة عن ذخيرة سنواصل بها النظام. سعودي ليك مراد بيتور. سؤالي الأخير ليك أستاذ زبيدة عسول حول خطورة الوضع وخطورة استمرار الوجهة السياسية في هذا الأداء، وكنت طرحت هذا السؤال على الكثير من الشخصيات، أستاذ سعد بعقبة أيضا، أستاذ بوشاشي ورؤساء أحزاب آخرين، خطورة استمرار هذا الوضع ألا يطرح سؤال حول
متخذ القرار الحقيقي. أنا أتحدث عن قيادة الجيش وكل هذه المعلومات التي بحوزة الأجهزة الاستخباراتية حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي الخطير، وأيضا ما يسمى بالمزاج العام السيء في الجزائر جراء الأداء السيء أيضا لهذه الواجهة السياسية. حقيقة إذا استمر هذا الرئيس بممارساته وبنفس التسيير للشأن العام، سواء لجائحة كورونا ولا اللي رانا عندنا دخول مدرسة على الأبواب، لحد الآن النظام ما على بالوش والراو رايح، الناس كامل راهي تهيئ في الدخول المدرسي وراهي تدير في الدخول المدرسي، احنا ما على بالناش لحد الآن. الناس الجزائريين راهم مهتمين بهذا الأمر، هذا مهتمين هل أولادهم راح يزيدوا يديروا سنة بيضاء أو نصف سنة بيضاء. يعني كاين كيما نقولوا احنا تذمر كبير، الناس حاسين باللي راهم رايحين للمجهول. في المقابل تلقى الرئيس مصر على انه يروح للدستور، ها هو الدستور الحالي، ها هو بعيوبه الدستور الحالي، غير طبقوه برك الدستور الحالي مش مطبق. وعلى هذا انا قلت لك السي سليم باللي ربما ايضا الار سي دي لتذكر، ماشي هذه المره الاولى اللي داروا له هذه التضييقات. نتذكر لما كنا حابين نديروا اجتماعات الباد وكنا حابين نديروا لقاء وطني باش نزيدوا نتناقشوا ونوسعوا لكل الشركاء السياسيين والمجتمع المدني والشخصيات اللي راهي مهتمه بمصير الحراك الشعبي والثوره الشعبيه، الثوره السلميه، وكيفاش نقدموا بدائل سياسيه باش نعاونوا هذه الثوره انها تحقق الاهداف تاعها. نتذكر باللي بداو ديجا بعثوا له انذارات، الى تذكر رسائل قالوا له راك فاتح المقر تاعك لتنظيمات غير معتمده. وهم يقصدوا بهذا التنظيم الغير معتمد هو قوى البديل الديمقراطي. الان انا الشيء اللي نقدر نقوله، ربما البيان الاخير اللي اصدر على قوى البديل الديمقراطي في بدايه الاسبوع، كنا اعلنا باللي رانا راح ننظموا يوم وطني حول واقع الحريات في الجزائر، خاصة بعد التضييقات الأخيرة، إدانة خالد الدرامي بعامين حبس نافذ، كل النشطاء اللي زادوا تلاحوا في الحبس، الناس اللي ما راهم عندهم شهور وهم في الحبس المؤقت ولحد الآن المحاكمة تاعهم لم تتم. يعني كنا أعلننا في البيان باللي راح ننظموا يوم ويحضره كل المهتمين بالحريات في الجزائر وواقع الحريات على ضوء ممارسة السلطة الأخيرة ومحاولة لي الذراع اللي يستعملها رئيس الدولة منذ وصوله إلى الحكم. نعتقد باللي هذه أيضا دخلت في الحساب في التضييق على الار سي دي ورفض هذا الاجتماع، وحتى يعني إذا تأكدت المسألة تاع أنهم يحبوا يرفعوا الحصانة البرلمانية على محسن بلعباس. لكن أنا نقول لك باللي الشيء اللي نقدر نوصل وانا كنتيجة هو أنه مع الأسف النظام تاعنا في الجزائر أنا سميته ونسميه هو نظام تضييع الفرص. في كل مرة نحاول نقول بل لعل هذا النظام هذا يفهم الدرس ويستفيد من التجارب السابقة وينتقل ويدير نقلة نوعية باش نغيروا نظام الحكم بطرق سلسة وبهدوء وبحوار جاد ونلقاو حلول ونلقاو توافقات. لكن مع الأسف هذه المرة أيضا في ظل ثورة شعبية سلمية فريدة من نوعها أبهرت العالم أجمع، أيضا عبد المجيد تمون يريد تضييع هذه الفرصة على الجزائر. لأنه في النهاية إذا كان بقينا في كل مرة نضيع الفرص فالجزائر هناك، أنا نعتقد باللي هناك ذكاء شيطاني وإرادة خفية تريد أن تبقي الجزائر في التخلف وفي عدم الاستقرار وفي عدم النهوض بها وبناء دولة القانون ودولة المؤسسات وإرجاع الكلمة للشعب. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة زبيدة عسول المحامية ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، كنت ضيفنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. سنعود للحديث حول هذا المسار، خطورة استمراره، وأيضا الجهات التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في النهاية. لماذا يطرح هذا السؤال؟ لأن الجزائر مثل ما قالت السيدة زبيدة عسول، هذا النظام فنان في تغيير تضييع الفرص
على الجزائر منذ 62، لكن السنوات الأخيرة 30 سنة الأخيرة أثبتت إمعان النظام في فن تضييع الفرص على الجزائر، على الشعب الجزائري للمحافظة على فرص بقائه هو، وشفناها بشكل جيد مثل ما قال الأستاذ عبد الغني بادي ما حدث بعد أكتوبر 1988 والباب الذي فتح مع دستور 1989 ودخول الجزائر في مرحلة مع الأسف لم تدم، يعني مرحلة الحريات الحقيقية، فتح المجال السياسي، فتح المجال الاقتصادي، وأيضا فتح مجال الإعلامي، وتنفس الجزائريون الحرية. لكن النظام رجع في جانفي 1992 ليعيد نفس الكرة، دفع الرئيس الاستقالة، حل البرلمان، خلق الفراغ الدستوري وغلق الحياة السياسية بعد الانتخابات التي أتت بالجبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة القوى الاشتراكية والأفلان في البرلمان. الإعلام أيضا، سنعود إلى الحديث عن هذا المسار، لكن الإعلام أيضا يستعمل الآن من طرف السلطة لتكريس هذا المسعى كما استعملته في كل المحطات السابقة. التضييق على الإعلام وتصريح لوزير الإعلام بأن هناك أكثر من 50 قناة غير قانونية، هذا الكلام قاله في البرلمان وبلهجة استنكارية وبلهجة أيضا استغرابية، ويطالب بجزأرة الإعلام في الجزائر. هو حديث قال به كل وزراء الإعلام في الجزائر منذ 2012، لكن مع ذلك بقى الوضع على ما هو عليه لسبب بسيط جدا، أن السلطة تريد للإعلام أن يبقى بهذا الشكل تحت سلطتها، تحت شعار الذي قاله تبون، 180 جريدة تطبع باطل ونعطيها الإشهار من عند الدولة ويزيدوا يسبونا، وش راح يزيدوا؟ هذا هو المفهوم الأحادي للإعلام في الجزائر. ولما تأتي قناة أجنبية لكي تصور الحراك في الجزائر، تقوم قائمة هذا النظام وأذرعه السياسية والإعلامية، ويصل الأمر حتى الإعلان عن القرار الخطير بمقاضاة قناة أمسيس لأنها أظهرت الحراك بشكل لا يرضي السلطة، مع كل الملاحظات المهنية حول وثائقي الأمسيس، كثير من الثغرات على المستوى المهني في الشكل والمضمون قال بها كثير من المهنيين، لكن أن تمنع القناة ثم تتم مقاضاتها، هذا قال البعض أنه هو من صلب مفهوم هذا النظام للإعلام وماذا يريد بالإعلام. نتابع هذا التقرير ونسأل ضيوفنا حوله.
النقاش الكاتب الصحفي الجزائري الأستاذ محمد يونغن. محمد، قبل أن أذهب إلى القضايا السياسية وما يحصل للRCD، الإعلام في الجزائر وموقف السلطة من أمسيس وحديث عن مقاضاتها بين ترهيبي وترغيبي وتدجيني الإعلام الجزائري، محاربة الإعلام الخارجي وتشويهه، كيف تنظر لهذه المواقف من السلطة حول الإعلام سواء الداخلي أو الخارجي؟ نعم محمد. الRCD منذ فترة أنا سليم. أنا تفضل. الRCD منذ بداية الحراك كان هدف وضعته السلطة يعني بين أعينها. شفنا البداية كانت بطريق وسائل الإعلام التقليدية تنصل قنوات التلفزيونية والصحف اللي بداوا يتهجموا على الRCD ورئيسه بشكل خاص محسن بلعباس وبعض المناضلين تاع الRCD اللي في كل مره يتعمدوا تقديمهم على انهم ممثلين على انهم نشطاء في الماك، بينما الماك معروف انه حركه انفصاليه لا علاقه لها لا بالحراك ولا بالRCD ولا بشيء اخر، هي حركه تريد الانفصال، بالتالي ما دخلها في الحراك الشعبي هذا موضوع اخر، ولكن في كل مره كانوا يتعمدون يعني وسائل الاعلام التابعه للسلطه يتعمدون الخلط بين الRCD والماك. إذا الRCD كان مستهدف منذ بداية الحراك من طرف السلطة، كان هذا كانت هناك عدة خطوات إلى أن وصلوا الآن إلى رفع الحصانة البرلمانية عن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن محسن بلعباس. ماذا عن سؤال حول الإعلام؟ هذا يعني القمع والترغيب ترهيب على مستوى الداخل والتحسس من أي شيء يأتي من الخارج وقضية الأمسيس ووثائقها حول الحراك خير الدليل، يعني ماذا تريد السلطة من الإعلام سواء الخارجي أو الداخلي؟ السلطة تريد تخويف قدر الإمكان، هذه هي استراتيجية السلطة منذ سنوات كثيرة، منذ في عدة مواعيد انتخابية في كل مرة تستعمل الإعلام كوسيلة حرب، وسيلة دعاية إلى أقصى درجة ممكنة من أجل التخويف، جعل يعني الموعد الانتخابي أو موعد الاستفتاء المقبل هي مسألة حياة أو موت، يعني تضع الجزائريين أمام خيارين، خيار إما يعني الذهاب إلى الاستفتاء أو أن الفوضى ستعم وهناك تهديد خارجي إلى آخره. هذه استراتيجية السلطة منذ سنوات كثيرة، وأبشع ربما استعمال هذه الاستراتيجية كان مع علي بن فليس في 2014 وين قدموه على أنه تقريبا راح يريد يعني إدخال البلاد في حرب أهلية إلى آخره. شفنا كيفاش كانت يعني صحيح، وبالتالي يعني المواطن ما يكونش عنده خيارات كثيره باش راح ينتخب، راح ينتخب من اجل امنه، من اجل الاستقرار الى هذا هو هذه الاستراتيجيه الوحيده، لان السلطه منذ عقود لم تعد تقدم برامج، لم تعد تقدم حلول للمواطن، فهي الحل الوحيد انها تخوف من الأسوأ. معليش انت راك الان في وضع سيء، ولكن تخوف المواطن من الذهاب الى الأسوأ، وبالتالي لازم تروح تنتخب بقوه يعني. لا، لكن هذه المسيره استعملها النظام، وخاصه تفننت فيها سلطه بوتفليقه، والكل يتذكر يعني ما كان يقول به ويحيى، لكن عرفوا انه رهان خاسر هذا، لانه في 22 فيفري الشعب خرج، يقولوا بالجزائر خرجوا لهم من القصب، يعني حتى قالوا ما عرفناش الشعب هذا، ما كناش نعرفوا انه موجود هذا الشعب. لماذا تراهن السلطه على نفس التكتيك الخاسر؟ لان السلطه هي نفسها منذ الاستقلال الى اليوم لا يمكنها ان تبدع وسائل جديده، لا يمكنها ان تبدع خطاب جديد، لا حتى ماديا، حتى الوسائل الماديه الان ما عندهاش، لان السلطه هذه حتى ولو يعني تحاول تبدع سياسيا وتجيب افكار جديده ووعود جديده ومشروع سياسي جديد، تحاول تبعث مشروع سياسي جديد، ولكن ماديا ماليا اقتصاديا ما عندهاش حلول يعني اللي تخليها تضمن بقائها على مدى المتوسط والبعيد، وبالتالي احسن حل ولا الحل الوحيد للسلطه الحاليه من اجل البقاء هو الغلق وليس الانفتاح. لو كان
لاحظت السلطه الانفتاح ربما كانت ستفتح مثل ما فعل في اكتوبر 88، كانت هناك حاجه للسلطه من اجل الاستمرار انها فتحت نوعا ما المجال السياسي والمجال الاعلامي. نعم. ولكن تراجعت بسرعه عن تلك الخطوات وعادت الى الغلق. لو استطار الحاجه في فتح المجال السياسي لفتحت المجال السياسي، ولكنها لا تملك ادوات تسيير هذا الانفتاح لو يكون هناك انفتاح، وبالتالي خيارها الواحد هو الغلق الى اقصى درجه ممكنه. طيب سؤالي الاخير يعني مرتبط بهذه الاجابه، هل نتوقع رده فعل من طبقه مثقفه من النخبه من الاعلاميين؟ راه يقول تبون كاين 8000 صحفي ومن احزاب المعارضه، ام انه ربما هناك توجه لقبول هذا الغلق او الانخراط فيه او التطبيع معه؟ حاليا لا اظن بان تكون هناك رد فعل، حتى اذا كانت هناك بيانات تنديد او انتقاد او شيء من هذا القبيل، ولكن لن تكون هناك حركيه، لان حتى الحركيه التي ولدت في المجتمع لم تكن وليده النخبه حتى خرج الشعب يعني بقوه باش النخبه رافقت ذاك الحراك الشعبي. ولكن ان تكون هناك رد فعل قوي من طرف النخبه تجاه استراتيجيات الارض المحروقه اللي غير كان نقدروا نسميوها بهذه العباره للسلطه مستبعد جدا. الان الجميع الان دخل في حسابات ما المستقبل، ماذا تريد بالسلطه، يحاول فهم استراتيجيات السلطة ويحاول التكيف مع استراتيجيات السلطة. ولكن رد الفعل سيكون عندما يصل هذا الخيار خيار السلطة إلى الانسداد، لأن السلطة عودتنا على أنها تقيم تسيير الوعد الانتخابية، ولكن الوعد الانتخابية ما عندها حدود. السلطة في 2014 الجميع كان يرى العهد الرابعة جنون، ولكن السلطة فعلت ونظمت العهد الرابعة ودخلنا في العهد الرابعة، ولكن العهد الرابعة كيف كانت النتيجة، كيف كانت تفكيرها، كيف ما هي نتيجتها؟ كانت كارثية وشفنا النتيجة في النهاية وين وصلنا، يعني الشيء اللي شفناه من بعد. لولا أن الحراك الشعبي اللي خلانا الآن في سنتين هذو امتصينا نوعا ما كل الغضب الاحتقان الشعبي الاحتقان الاجتماعي اللي كان موجود، ربما كانت الاوضاع راهي في 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 الان الجزائر راهي في وضع اخر ربما. نعم، شكرا لك جزيل الشكر استاذ محمد يونو غن الكاتب والصحفي الجزائري، كنت ضيفي عبر هاتف ميناء الجزائر. استاذ عبد الغني بادي في هذه النقطه بالذات حول رده الفعل، الكل ينتظر رده فعل الشعب يعني الحراك الشعبي، لكن في انتظار ذلك مع وجود جائحة كورونا، هل نتوقع ردة فعل من عند النخبة، الأحزاب المعارضة أو مجتمع الإعلاميين أو النخبويين اللي راهم يتعرضوا للضغط وضغط يعني بشقيه يعني العصا والجزرة يعني في النهاية؟ الصورة تتضح أكثر ربما. نعم. مع ارتفاع وتيرة القمع أكثر فأكثر، الآن السلطة تكشر على نيابها وتظهر كل مساوئها، هي تعطي انطباع على انها اسوأ من مرحله بوتفليقه، وكان هذا يعني كانت هناك المؤشرات التي ظهرت في نقول في افريل، يعني بعد ابعاد بوتفليقه في افريل 2019 بدات السلطه في ممارسات تقليديه اعتادت عليها، ممارسه تخوين، خرق عدميه في البحث عن الحلول الحقيقيه، اقناع الراي العام واقناع ما تستطيع ان تقنعه من السواد الموجود يعني اللي كان موجود في الشارع على انها هي التي تملك الحل وبانها لا فرار منها الا اليها، تريد ان تقنع كذلك الان بهذا المسار اللي تقول بانه مسار دستوري، دائما تعطي انطباع بانها سلطه الحل والعقد هي بيدها، هي تستطيع أن تسجن، تستطيع أن تصنع الدستور، تستطيع أن تقمع، تستطيع أن تغلق. كل هذه الذهنية كانت موجودة يعني موجودة وهي لم تأتي بالجديد، فقط تنقص الوتيرة وتزيد في الوتيرة. لكننا مقتنع بأن الانتفاضة أو الغضب الذي شاهده بوتفليقة وعصب بوتفليقة في 2019 كان نتاج احتقار هذا الشعب، كان نتاج رغبة السلطة في إدارة الشعب، في عدم الاستماع لهذا الشعب اللي رفض الإرادة الشعبية. فهذه الأوساط الشعبية وهذه الإرادة الشعبية التي ما زالت موجودة في ذهن الناس، أنا كما قلت بأن السلطة خذت جرعة زائدة في الدكتاتورية، كذلك المواطن الجزائري
أخذ جرعة زائدة في الرغبة في الحرية. هو الآن عنده رغبة أكثر من أي وقت سابق في الحرية، وعنده كذلك رغبة في الممارسة السياسية. حديث كل يوم عن ما تقوم به السلطة، عن تجاوزات السلطة، عن انتهاكات السلطة، عن المظالم التي تقوم به السلطة، عن المساجين في الشرق، عن المساجين في الغرب، عن المساجين في الجنوب، عن هذا المسار الاستهتاري التافه الذي يسمونه مسار دستوري، الذي يريد أن يصادر مرة أخرى الإرادة الشعبية بنفس الطريقة. شوف أخي السليم، يمكن عندنا نعملوا بالمقاربة التاريخية، نمشوا إلى سنوات التسعينات، نمشوا فقط إلى 95 96 97، نشوفوا بأن المسار هو حوار تافه قام به بن صالح، وحوار تافه يقوم به قام به كريم يونس، وانتخابات منظمة العسكر وأعطى نتائجها الزروال، انتخابات منظمة العسكرية في نتيجة تكون، وبعدها تأتي انتخابات تشريعية. يعني هذا النظام لا يريد حتى أن يغير من خططه، نفس الخريطة التقليدية القديمة البالية المستهلكة، يعاود يجبدها من الأرشيف ويجيبها في 2020، ويعتقد بأن هذا سيطري على هذا الشعب اللي يعيش الرقمية ويعيش التكنولوجيا ويعيش سمارت فون، يعتقد بأن هذا الجيل سيحكم كذلك بالحديد والنار، يعتقد بأنه بإمكانه أن يسجل عدد كبير. وهذا النظام راه غلط، النظام راه غلط، لأنه ربما هناك تخوف من جائحة كورونا، وهذا الشيء مشروع، لأن هناك ضبابية في المبادئ، يعني البحوث العلمية، هناك ضبابية على مستوى كل، يعني على كل مستويات في الدول العظمى في مسألة جائحة كورونا، ونعرف بأن الشعب الجزائري هو الشعب يعني لا يملك، يعني لا يملك العلاج ولا يملك المستشفيات ولا يملك يعني مساعدة من طرف السلطة، فهناك تخوف، وهذا شيء طبيعي عند المواطن. لكن أنا أعتقد بأن هذه التراكمات هي عبارة عن مخاض، وستولد يعني ستولد ثورة أخرى، وأقول ثورة ليس كثورة، أنا أقول بأن الثورة لن تكون كثورة فبراير 2019، ستكون أقوى وستكون أكبر وستكون أعظم، وستكون فيها تصعيد أكثر، من ناحية لن يكون هناك خروج بالجمعة، سيكون هناك خروج كل يوم، وسيكون هناك غضب عارم، لأن السلطة هذه المرة لن تستطيع أن تسرق إرادة الشعب. نعم، ومع ذلك سأعود إليك في سؤال أخير، لأن السلطة عندها قراءة أخرى حول قضية الحراك، يعني سأناقشها معك في سؤالنا الأخير في هذه الحلقة. مراد بيتور، كيف تنظر أنت في علاقة مع الصحافة الجزائرية، كيف تنظر لهذا الوضع، يعني انتفاضة داخل السلطة ضد وثائقي من أمسيس، في المقابل عدم السماح لحرية الصحافة لتحرك الصحفيين؟ مراد، يبدو أن فقدنا مراد بيتور المكلف بالعلاقات مع الصحافة في حزب الRCD، نحاول التواصل معه مرة أخرى. انضم إلي الآن القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيد كمال جمازي، هو معي عبر هاتف من الجزائر. أرحب بك سيد كمال جمازي، كيف تنظرون إلى هذا المشهد بكل هذه التجليات إن صح التعبير، وإن كانت تطلق على ظروف أخرى مصطلح التجليات، هذا الحرب على الRCD على رئيسه محسن العباس، هذا التدجين للإعلام، و يعني الضغط، محاولة الضغط من أجل حرمان الإعلام الخارجي وترهيب الإعلام الداخلي؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك الأستاذ سليم، تحية لجميع الضيوف الكرام، تحية لجميع المشاهدين داخل وخارج الجزائر. هو واضح أن النظام منتظم مع ممارساته منذ 62، يعني النظام يعيش دائما بعقلية الحزب الواحد، رغم مجيء التعددية السياسية بعد تضحيات الشعب الجزائري في أكتوبر 88، ولكن مع ذلك كان دائما يعيش بعقلية ما أريكم إلا ما أرى، يعني هو لا يقبل الرأي الآخر، لا يقبل الحزب المنافس المخالف، بدليل أنه حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ مباشرة بعد فوزها، يعني انتخابات كانت 26 ديسمبر،
النتائج الرسمية يوم في جونفي، في بداية جونفي، مباشرة بعد أسبوع أقال الرئيس الشعبي بن زيد، وكنت أنت أشرت لهذا الأمور يعني منذ قليل. فهو لا يقبل الرأي المخالف، لا يقبل الجريدة والصحيفة المخالفة، لا يقبل القناة يعني التي تقول أو تبث الرأي الآخر. فهذا التصرف مع الأرسيدي الذي نرفضه، لأنه نحن نعتقد أن الجزائر التي خرج من أجلها الشعب الجزائري في فبراير 22 2019 هي جزائر الحريات، جزائر العدالة، الجزائر للجميع، بدليل أن الشعب الجزائري خرج في 48 ولاية، خرج في مختلف بمختلف الأعمار، بمختلف الوظائف، يعني بالتنوع، الإسلاميين، العلمانيين، الديمقراطيين، كل ما هو موجود في الجزائر. لهذا في الحقيقة لابد من التضامن مع ضد كل يعني يكون تضامن فيما بيننا ضد كل الممارسات التي تذهب بالجزائر نحو المجهول ونحو لأنه في الحقيقة نحن كنا نعتقد أن الجزائر الجديدة هي الجزائر التي ما تكونش فيها الممارسات السابقة التي كانت في عهد بوتفليقة وقبل بوتفليقة. الجزائر التي يطلق فيها صراح المساجين ابتداء من متاجين التسعينيات، وليس أن يعتقل الناشطون ويعتقل الأحرار ويعتقل الصحفيون ويعتقل يعني جميع الفئات التي تسعى حقيقة نحو الجزائر الجديدة الحقيقية. ما وقع مع الأرسيدي هو في الحقيقة نحن كنا نتوقعه منذ السنة الماضية، كما تفضل الأستاذ عبد الغني بادي منذ قليل، يعني احنا منذ الحملة على الرأي الأمازيغية، ثم بعد ذلك مجيء لجنة الحوار تاع كريم يونس، ثم بعد ذلك فهمنا المسار أين هو ذاهب، يعني هو في تسلسل، ثم هناك استغلال لجائحة كورونا من أجل التضييق ومن أجل أخذ القرارات التي تضايق الحريات، رغم أن الرئيس تبون لما يتكلم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي خطاباته يتكلم عن جزائر الحريات، الدستور راح تكون فيه إعطاء مزيد من المساحات الحريات وللإعلام وللجميع الجزائريين، ولكن نحن في الحقيقة لازلنا في الجزائر التي تمنع فيها حرية التنقل ابتداء من الشيخ علي بن حاج وإلى غيره من المواطنين، تمنع فيها ممارسة السياسة، يمنع فيها إبداء الرأي، يمنع فيها الاجتماع. كان يعتقد أن اللقاء هذا تاع الأرسيدي وفي الحقيقة نشاط عادي، رغم أنه قبلها الأفنان اجتمعوا والأرنبي اجتمعوا والنزيه بن رمضان يجتمع يوميا تقريبا في كثير من الولايات مع الجمعيات وغيرها، فلماذا يرفض يعني النشاط حزبي؟ هذا أكيد أنه إشارة أو رسالة يراد بها في أن سعود إليك سيد كمال جمازي، ابقى معي. عاد إلينا مراد بيتور. طبعا سؤال أخير هنا اللي احنا يدور على ضيوفي الموجودين معي الآن. السلطة تقول أنه هناك الحراك الشعبي المبارك الأصيل، تسميه هي الأصيل، رانا نحقه في أهدافه وحقق أهدافه، جت هذه الانتخابات وأنه الأمر انتهى بالنسبة للسلطة في موضوع الحراك. لكن هناك من يقول أنه لا، هذه مقاربة خاطئة. كيف تنظرون إلى هذا الجدل؟ نعم مراد، يبدو أن هناك مشكل مع مراد بيتور. هل تسمعني الآن؟ فقدناه. هذه خطوط الهاتف في التغطية في الجزائر، في الجزائر الجديدة القديمة. الأستاذ عبد الغني بادي، هو نفس السؤال اللي قلت لك نختم به، هي قضية هذا المفهوم، أنت تعرف أن السلطة قالتها صراحة أنه كان هناك حراك مبارك وحراك أصيل
وانتهى الأمر يعني، وأفضى إلى هذه الانتخابات ونحن نحقق أهداف هذا الحراك، أنت تقول لا الأمر غير ذلك، كيف؟ فعلا أنه الآن رجالات السلطة والذين يدورون في فريق السلطة لا يستعملون مصطلح الحراك إلا وأضافوا له عبارة الأصيل، يعني هما الآن بالنسبة لهم هناك حراك أصيل وهناك حراك بين قوسين لا أدري ماذا يسمونه فوضى وماذا يسمونه، وهم بالنسبة لهم الحراك الأصيل انتهى عند تمرير ما يسمى بانتخابات 12 أو ربما قبل، يعني يوم بدأت الاعتقالات في عهد كيد صالح في الرأي الأمازيغية كلمة الشيخ كبير وربما حتى عندما بدأ الحوار تونس. إذن فمسألة الحراك الأصيل هو برنامج أو سياسة واضحة لتوظيف هذا المصطلح مصطلح الحراك الأصيل لقمع أي ثورة أو أي حراك آخر يمكنه أن ينهض من أجل ديمقراطية حقيقية أو من أجل الرغبة في التحرر أو من أجل الرغبة في الانتقال الديمقراطي الحقيقي. فهذه هي توجهات السلطة، هي الرهان على ما يمكن أن تحققه مستقبلا وما حققته من خطوات، هي الآن تمشي قلت بنفس الأجندة، هي تريد أن تمشي بالسرعة القصوى في تمرير دستور 1/11 وبعدها في تمشي الانتخابات الشرعية وبعدها يتكلموا في كل مرة نقول لك احنا القطار انطلق، يعني احنا ما حيش نعود نولوا إلى مسألة البحث عن انتقال ديمقراطي حقيقي، هذا هو الانتقال، عجبكم عجبكم ما عجبكمش هذا وش كاين، واللي يخرج للشارع عندنا وسائل الدولة، عندنا القضاء وعندنا الأجهزة الأمنية وعندنا الإدارة وعندنا كل شيء وحتى عندنا القوانين ترسانة قانونية قمعية، هذا هو منطق السلطة. السلطة لا تريد أن تؤمن، هي أمانة ربما أمانة عندما اعتقدت بأنها ستنتهي، فقالت بكلمة الحراك عندما يعني تخوفت من هذا الحراك واعتقد بوجوده وبصلابته وبسلميته انها في نهايتها، لكن مارست نفس الممارسات اللي اعتمدت عليها هي المناوره والمراوغه حتى استطاعت ان تستميل كثير من الاخوه، يعني للاسف اللي مشاو في حكايه الجزائر الجديده والمسار الدستوري الى اخره، فبنت بهم مشهد إعلامي، بنت بهم مشهد سياسي، وإن كان هش طبعاً نحن نؤمن بأنه مشهد هش إعلامياً ومشهد هش سياسياً، ونؤمن كذلك بأنه لا يمكن أن ينطلي مثل هذه المشاهد على الجزائر 2020، كل هذه مناورات وكل هذه مخادعات، والشعب سيستمر في ثورته وسيستمر في حركه الأصيل الذي بدأ في 22 فبراير ولم ينتهي بعد. احنا بالنسبة لنا الحراك الأصيل الذي بدأ في 22 فبراير واللي هو ثورة سلمية لم تنتهي إلا عندما ترسي قواعد الديمقراطية وعندما يكون هناك انتقال حقيقي وعندما تبنى المؤسسات وعندما تكون جزيرة قوية فيها سلطة قضائية حقيقية لا يمكن أن توظف من طرف السلطة التنفيذية، عندما يكون هناك حريات حقيقية لا يكون هناك مساجين بسبب كلمتهم، ما يكونش هناك مساجين بسبب آرائهم السياسية، عندها نقول ربما أن هذا الحراك يجب عليه أن يرتاح، لكن ما دام الحراك لم يحقق هدفه فهو الحراك الأصيل الذي تريد السلطة أن تصدره وأن تختزله في شهرين أو ثلاثة من بدايته وتنهيه ما تشاءت، هذا يعني بالنسبة لها هي تحلم بأنها تستطيع فعل ذلك، لكن أنا على قناعة بأن الإرادة الشعبية أقوى وبأنها ما دامت تتمادى في أخطائها أكيد أنها ستسقط في ثورة شعبية قوية ستبعدها هذه المرة نهائياً، لأننا الآن قطعنا الشك باليقين أخي سيد، قطعنا الشك باليقين بأن مع هذا النظام لا يمكن أن تصلح الأمور، بأنه لا يمكن أن تكون معه أو به أو إلى جانبه، هذا النظام يجب أن ينتهي ويجب أن ما كان حتى شيء يقدر يصلح معه. نذكر الأستاذ جوبي دعسول هو يضيع الفرص على الجزائريين وهو يريد أن يبقينا دائما في العهود القديمة في العهود الستالينية في العهود الغير متطورة. مراد بيتور نفس السؤال، يعني السلطة تتحدث عن حراك أصيل
وانتهى الأمر. كيف تنظر لهذه المقاربة؟ ربما من يؤمن بفكرة، من يؤمن بفكرة سيغادر من أجل هذه الفكرة وسيعيش من أجل هذه الفكرة. نحن على مستوى الأرسيدي تربينا وترعرعنا على النظام من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة المستقلة. الحراك كما يحبذ البعض أن يسميه هو فكرة، والفكرة لا يمكن أن تموت. ربما أنا ضد أن نختزل الحراك والثورة السلمية التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من سنة ونصف في مجرد مسيرات. الحراك هو عبارة عن فكر جديد، فكر بدأ ينمو في كل ولايات الوطن. عندما ننتقل الآن إلى الولايات الداخلية نسمع إلى خطاب لم نعهد سماعه في الولايات الداخلية في السنوات الماضية. هناك صحوة في المجتمع الجزائري لأن السلطة الحالية أو الشعب عرف بأن العيش أو الاستمرار مع السلطة الحالية هو عبارة عن قتل لمستقبله. لا يوجد مستقبل أمام السلطة القائمة الآن. هناك شيئان فقط يجب أن نفهمهم إن أردنا أن نذهب إلى جزائر جديدة، جزائر الديمقراطية. علينا أن نتخلص من النظام القائم الآن. لا يمكن بناء سفينة جديدة بخشب مهترئ. النظام القائم هو نظام تسلطي، هو نظام مبني على العنف، على الفساد، على التزوير الانتخابي. لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع لسنوات. ربما يمكن أن نقيد الشعب لسنوات، ولكن لا. عندما تحضر الصحوة كما حضرت صحوة في ذري 2019 لا يمكن إيقافها. ربما بإمكانهم إدخال الجميع للسجون. ربما أنا غدا يمكن أن أكون في السجن، ممكن لمناضلين آخرون أن يكونون في السجن، ولكن ليس بإمكانك وقف زحف الأفكار. لا يمكنك وقف وإيقاف الشعب كرر النضال من أجل الحرية، ولا يمكنك قتل فكرة قد حان وقتها. وقت التغيير قد حان في الجزائر، وقت الديمقراطية قد حان في الجزائر. جميل. سيد كمال الجمازي، كيف تنظر لهذه؟ أنا أكيد استمعت إلى ما يقول به تبون، أيضا كل الناطقين باسم السلطة عبر البلاتوات هم يروجون لفكرة واضحة أنه الحراك المبارك الأصيل خلاص بدأ وانتبهت السلطة وأعطت الإجابة. الإجابة كانت الانتخابات الرئاسية، والآن تعديلات الدستورية وجاية انتخابات برلمانية، وسنعيش في سعادة في هذا البلد وازدهار اقتصادي واجتماعي. كيف تنظرون لهذه المقاربة، وكيف تتوقعون ردة فعل الشعب حينما تزول كورونا حول هذه المراقبة وعلى هذه المقاربة؟ نعم، ما تقوله صحيح. أكيد أن النظام في الجزائر كان تصرفه مع الحراك يعني يتغير من مرة إلى أخرى. في البداية كان الذين خرجوا في 22 فبراير يسمون المغرر بهم، وكان القايد صالح في ذلك الوقت يقول بأن الجيش يدعم العهدة الخامسة وينظم يشرف على أو يرعى تنظيم الانتخابات. ثم بعد ذلك صار يسمى الحراك المبارك، صارت حتى القناة الوطنية تظهر على المباشر يعني المسيرات. طبعا النظام لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يقول أنه ضد الحراك، وإنما وخاصة أن الحراك يعني هو في الحقيقة أعظم ثورة في القرن 21. إذا كانت ثورة أول نوفمبر يعني من أعظم الثورات، فهذه ثورة أخرى على الفساد وعلى النظام الفاسد. فلا يمكن للنظام أن يقول أنه ضد الحراك، وإنما يقول هذا حراك مبارك. أما ما جاء خاصة بعد الانتخابات أنه خلاص يعني راهي وقعت الانتخابات، يقول أنه عندنا رئيس شرعي و
سنقبل على تغيير الدستور وعلى الانتخابات وعلى جزائر جديدة وما إلى ذلك، فهو يروج إلى هذا هذه الرؤية التي يدعو إليها، ولكن في الحقيقة الممارسات في الواقع هي عكس تطلعات الشعب الجزائري. الشعب الجزائري لم يخرج من أجل أن يعتقل النشطاء أو يعتقل الصحفيون ويمنع الجزائريون من ممارسة النشاط السياسي ومن إبداء الرأي وما إلى ذلك من الأمور. ليست هذه الجزائر الجديدة التي خرج من أجلها الجزائر. نرى أنه قبل بداية جائحة كورونا ببضعة الأسابيع كيف كانت الاعتقالات على أشدها وكيف كانت القمع وما إلى ذلك. يعني فنعتقد أنه ما خرج من أجل الجزائر لم يتحقق إلى اليوم، لازالت هناك أشواط، لكن الذي نتواصى به دائما لابد من الاستمرارية. لا يمكن أن نقوم بنصف ثورة، الاستمرارية لابد أن تكون عامة عبر ربوع كل الوطن، لابد من السلمية السلمية السلمية. نعتقد أن كما قلت في البداية النظام منسجم مع نفسه، ما زال في نفس الممارسات التي عاهدناها منذ بوتفليقة وقبل بوتفليقة. فلهذا كما تفضل الإخوة قبلي لابد من الاستمرار والمسار، لازال العمل يعني في المستقبل إن شاء الله وبالله التوفيق. شكرا لك جزيلا الشكر سيد كمال الجمازي القيدي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كنت ضيفي عبر هاتف من الجزائر. ومن الجزائر أيضا كان معنا سيد مراد بيتور مكلب العلاقات مع الصحافة في حزب الRCD، والأستاذ عبد الغني بادي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وأيضا الأستاذة زبيدة عسول المحامية ورئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، كانت معنا أيضا عبر خدمة سكايب. والشكر أيضا موصول مرة أخرى للصحفي الجزائري الأستاذ محمد يونغن، كان معنا عبر هاتف من الجزائر. الشكر موصول أيضا وبالتأكيد يعني تأكيدا إليكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة. ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج في العمق. إلى اللقاء. We'll be right back.